في ظاهرة على القنوات بتكلم عليها هي الظاهرة بالأخص، يعني أنا بتكلم على قنواتي على جروباتي، نسخ ولصق. نعم ما يحلو لهم، كل واحد ما يعجبه شيء ينسخه ويلصقه، هذا بيطرب على صوت الشيخ الفلاني فيأتي بصوته فينسخه ويلصقه، كم المدة؟ لربما 20 دقيقة تسجيل صوتي. فلان يأتي برابط سمع الشيخ يتكلم عن الاستغفار فيأتي بالشيخ، فلان سمع حديث فيأتي بالحديث، فلان سمع قال ابن تيمية فيأتي بما قال ابن تيمية، ثم يقول قال ابن القيم، ثم قال ابن الجوزي، ثم قالوا يأتوا بأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحيحة، جميل، كله جميل. يعني هو الجروب لأني فاتحه، يعني هو للتنافس كم عندك أحاديث تنسخ وتلصق. هل عندي وعندك وقت إنك تبقى كل وقتك على السوشيال ميديا؟ خلينا نتكلم عن هذه الظاهرة التي ثمنها باهظ عند الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في ظاهرة مهمة جدا أني أبينها، أنا شخص وبالجروب النساء كمان هناك شخص اسمه أم رفيدة، بالجروب النساء يعني في أخوات عندي مشاكل بتكلموا، مستعدات يبعثوا فويس 20 دقيقة. طب أنت معك 500 وحدي، كم من 500 دقيقة بدنا وانت يعني تكتب؟ انا بدي افوت في اخوي يبحثوا عني، في اخوي يبحثوا عني بدهن سؤال وجواب، فطلبت منهن يعني لما بكتبوا بالتعليق ممكن نتواصل معك، فبقول لهم ادخل على التليجرام، ادخل على الواتساب مثلا، فيدخل، انا ادخل الاقي 400-500 تعليق. لماذا؟ شو بدك تقول لي؟ شو بدك تقول للاخر؟ لماذا تجادل؟ يا اخي عندك وقت تضيعه، بالله عليك ما تضيعوا في قنواتي. احنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها واضحة، كلها جميلة، كلها صح، كلها 100% ما فيها عليها ولا ذرة غبار، آيات الله صريحة، تأتي بقصة من هنا وتأتي بقصة من هناك، شو بدك تثبت؟ شو هدفك؟ متى تغير هذه العادة وتبدأ تعمل، تبدأ تشمر وتبدأ تعبد الله كما يحب الله ويرضى؟ انت بدك ياني يعني اقعد عن جد اسا بجروب انا داخل اتعلم كيف انا عندي مشكلة اسمه هم، لربما تعطيل او تعطيل في زواج، تعطيل في ارزاق، تعطيل في كذا، انت جايب لي رابط اسمه الشيخ الدوسري مثلا يقرأ هذه الصورة، او الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان، يعني عن جد انت بدك اياني اسمع لهذه الفيديوهات؟ هناك يا اخوة نبهتهم عدة مرات لا زالوا ينزل، ولك يا اخي هذا اسمه مرض، يا اخي والله هذا اسمه مرض، هذه القناة فتحناها عشان ما تقول لي قال فلان وقال علان، تقول انا وجدت، انا اعيش مع الله، هل لك سر بينك وبين الله؟ نعم، هذا الذي بدي أوصلك إياته وبين لك أين الخلل، لماذا لا يستجيب الله؟ جاء عليك رمضان، جاء عليك ليلة القدر التي يقدر الله في مقادير الخلق، لكن ظلك نسخ ولسق نسخ ولسق، بتروح بتحضر محاضرة، جميل، ماذا استفدت؟ ماذا لما بتحضر المحاضرة وخرجت من المحاضرة ماذا تفعل؟ هل في جديد في حياتك تغيره؟ أما خلص تعودت تطرب أذنك في كلام الشيخ الفلاني دون عمل، يعني طبعا جزاه الله خير، ما بحكيش على الشيخ بحكي عليك. تسمع قرآن ولا تعي ما تقرأ ما يقرأ، ولا أنت فقط أنت إنسان يعني هيك، عجبك حديث تأتي بالحديث، عجبك شيخ تأتي بالشيخ، عجبك صوت شيخ ثاني بالقرآن تأتي بهذا الشيخ. طيب إحنا عندنا يعني على التليجرام يمكن 5000، كم من 5000 شيخ احنا اذا يكونوا امثالك؟ طب ما العيب في هذا؟ انك انت تقول ما لا تفعل وانت لا تعمل ولا شيء، انت مشغل حالك في النسخ واللصق،
وين عبادتك؟ انت وين موجود؟ انت وين صلاتك؟ انت وين قيامك؟ انت وين قراءتك للقرآن؟ انت وين استغفارك؟ انت وين؟ هل وجدت الخلل الذي لا يستجيب الله لك فيه؟ ولا انت بتفكر انت على خير؟ ويا اخي احمل هذول الاحاديث محمل الجد كي لا تلقى الله وبدا لكم من الله ما لم تكونوا تحتسبون. كي لا تلقى الله وانت ادرت ظهرك لهذه الاحاديث. يا رسول الله انها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. قال لا خير فيها، فيها في النار. تؤذي امك، تؤذي اخوك، تؤذي جارك، تؤذي اللي بيشتغل معك في المحل، بتقول عنه هذا انسان وقح، بتقول عنه هذا انسان خسيس، بتقول عنه انك انت افضل منه. هل زكيت نفسك؟ هل يشهد معك انك انت خيرا منه ام انك انت اتفقت عليه؟ هذا انت انسان لو نسخت لصقت كل الكتب مش راح ينفعك عملك، لا خير فيك، فانت في النار. هذا بشهادة حديث رسول الله. فهمت؟ اين عملك؟ اين اخلاقك؟ اين قربك من الله؟ ماذا وجدت من عبادتك؟ عبادتك في إلها ثمرة، عبادتك في إلها أقل الثمار التي فيها إنه تكون حياتك طيبة، لا فيها دين ولا فيها هم ولا فيها كرب ولا فيها نكد. ولا تقول لي بلاء لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. هذا البلاء للناس الأتقياء الذين عرفوا الله ولهم كرامات مع الله. يا حبيبي مش لك ولا إلي لأشكالاتنا هاي، للناس التي عندها ربا وعندها غناء، وإذا راحت على العرس ما بتسكتش وضلت تدبك كل الليل، وإذا راحت إذا دخلت في كلام لا تنتهي عنه، والحقد يملأ قلوبها والحسد يملأ عيونها، ومن ملأها بالحقد لا تحب للمسلم فهي ليست من المؤمنين، لا يدخل الجنة. لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يا رسول الله أن تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانك في لسانك فلا خير فيها، فيها في النار. فأنت نسخت ولسقت هي أفضل منك. القليل هي بتقوم الليل بتصوم النهار. إلى متى ستبقى في هذه العادة ولا تغير العادة؟ إلى متى ستبقى في النسخ واللصق وتظن إنك أنت تأتي بالخير؟ يا أخي أنت من أحسن لك تلزم الاستغفار وكل اليوم أنت ذاكر خير الأ... ألا أدلكم، افهم يا أخي مش نسخ ولسق، يا ألا أدلكم على خير أعمالكم. رسول الله بيسأل ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله مش النسخ واللسق، مش رايح تفيدني بالنسخ واللسق، لكن إن أنت عشت الاستغفار وأكرمك الله بكرامة وجئت لنا وأنت محب لنا للمسلمين يعني، وقلت يا جماعة أنا كنت كذا وكذا فغمن الله علي أن لزمت الاستغفار، كل فضل الله طبعا، ومن الله علي أن لزمت الاستغفار ففرج الله كربي، مش أنت بتكون خير من ألف كتاب كتب؟ مش انت لما بيسألوك كم لزمت، ماذا كان همك، ماذا فعل الله بك، ماذا غيرت بحياتك بهذا الاستغفار؟ قل لي يا اخي في عندك تفاصيل في حياتك عشتها مع هذا الاستغفار؟ مش انت خير من اني اقرأ مليون كتاب؟ مش انت قدوة يقتدى؟ مش انت استجبت لقول رسول الله عندما امرنا بلغوا عني ولو آية؟ انت بتنسخ وتلصق وبتزت وترمي احاديث. وقال ابن تيم وقال ابن تيميه وقال ابن القيم وقال ابن كثير وقال وقالوا واحاديث صحيحه ملاني كتبنا بالاحاديث وبالمفكرين ولكن الام في ذيل الامم. الى متى يا اخي؟ يا اخي غير. الا ترى ان هذا البناء بده هدم وبناء من اول بجديد؟ الفكر بده بناء من اول بجديد؟ البوصله ضايعه؟ ابدا اعمل، قل اعملوا فسيرى الله عملكم. الى متى بدك تعظم هذه الاحاديث وترتعد منها؟ ترتعد والله ترتعد اذا كانك انت في عندك ذره ايمان.
أول شيء كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، وتأتي بأفعال أنت لا تقوم بها. على القليل اللي بتعمله لازم تجد ثمرته، وعندما تعمله إذا لزمت أي تاج الذكر، لزمت أخ حوقلة، زلمت سورة ياسين، لزمت سورة البقرة، لزمت الاستغفار، تعال بين لنا شو ماذا وجدت، حببنا حببنا. ثم ارتعد من هذا الحديث الآخر الذي يقع فيه أغلب المسلمين، والدليل على هذا، الدليل على هذا إذا تكلمت، إذا لما بتخرج من المسجد، لما بتخرج من المسجد وتصلي صلاة جماعة، تكلم عن الناس وشوف كيف بده يخوض معك بالحكي، شوف كيف سيخوض معك بالكلام. هذا الذي صلى بالجماعة، ولربما كان معك بصلاة الفجر، ولربما كان في زاوية من زوايا المسجد يقرأ قرآن، ولربما هو عمال يتعلم في الشريعة، ولربما ظاهر الأمر عمال يحفظ كتاب الله. يؤتى برجال يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة، أو يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال عذرا، طبعا هذيك الذي خلى في محارم الله انتهكها، يعني هذا الرجل لربما بينه وبين الله، بينه وبين الله، يا أخي أنت يا طيب يا كريم يا جميل اللي بتحب الخير للمسلمين، أفضل أنك أنت تعيش وتصير أنت خلوق بأخلاق المسلمين التي أمرنا الله، مش أخلاق المسلمين الموجودي، التي أمرك الله أنك أساس تكون أنت خليفة الله في الأرض، وتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر، عشان يصير أنت عندك مستجاب الدعاء، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ستصبح مستجاب الدعاء، فتنفع إخوانك الذين تحت الكرب، مش إذا خلوت في محارم الله انتهكتها. إحنا شايفينك في المسجد ما شاء الله عليك، لكن السقطات التي بينك وبين الله يندى لها الجبين، فلا ما في لك ولا ثمرة، ولا ثمرة. لربما الرياء دخل إلى قلبك وأنت تقف وتتكلم بين الناس، لكن العجب دخل إلى قلبك لربما. لماذا حفظت كتاب الله؟ يقال فيك يا الله، قال بل يقال وقد قيل خذوه فاكبوه في جهنم. لازم ترتعد من هذا حديث المفلس، حديث المفلس هذا لازم ترتعد، لازم تتفقد حالك في كل صغيرة وكبيرة. إذا مت ودفنوك وبدأ لك من الله ما لم تكن تحتسب، وحياتك اليومية تشاهد عليك وهي من الرسائل الربانية لك، أولادك متسلطين عليك، أمورك بغير مستقيمة، أنت مديون في قروض ربوية، أنت مدخن، أنت لسانك لا دائما ذاكر لعورات الناس، أنت تعبد الله على الظن، تؤخر الصلاة، تعمل ما تشاء، تفعل ما تشاء، ظالم للناس، ظالم لنفسك، ما في عندك عبادي بينك وبين الله، ليس لك بينك وبين الله سر، صليت 50 سنة ولا يستجيب الله لدعائك، شو بدك تلاقي أنت لما تموت؟ كشفوا القبور، تعرف أنه في مسلمين سيدخلوا إلى جهنم؟ تعرف هذا الشيء؟ قد لا يخلد ولكن سيدخل. هل تستطيع على لسعة يعني شعلة نار؟ أنت مش واحد ثاني. فحديث المفلس هذا الذي صام وصلى وحج وزكى وذكر الله كثيرا لكنه سب، هذا بتسب ولا بتسبش؟ إذا واحد خاصمك بتفجر ولا بتفجرش؟ سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، لما بيشتغل عندك واحد تكله مصرياته ولا بتقرط عليه؟ انت اتفقت مع فلان انه بده على الشغلة $1,000، ليش لما اشتغل عندك ناولته $900؟ ليش ما خلصتش على الاخر قبل ما ياخذ الشغل منك؟ لا انا بدفعش اكثر من $900. ليش لما انهى الشغل قلت له هاي 800 بكفيك، انت اشتغلتين بسرعة، مش حرام؟ تعرف انه ما اخذ في سيف الحياء، يعني اذا خجلت واحد فهو حرام؟ يعني اذا انت شريت مثلا 10 تروفي بدولار، 10 تروفي خبز بدولار، وخجلت الخباز برغفين كمان عشان يعطيك اياها بنفسه بالدولار، مخاجلي واعطيك اياها هيك من فوق الزور، هذا اكلته حرام.
وأنت من الذين مأكلهم حرام وشربهم حرام، فلا يستجاب لك. تعرف تتعامل مع الله وتأخذ هذا الحديث محمل الجد، ولا تلتفت لمن يقول لك الصلاة إلى الصلاة كفارة. الصلاة الصلاة كفارة لمن قد غفر الله لهم وهم مراقبون ويعرفوا هذا الحديث، ولا يغتاب الناس ولا يسب الناس ولا يأكل حقوق الناس، وليس عندهم ربا وليس عندهم ظلم وليس عندهم حقوق وليس عندهم كبائر. نعم، هذولا الصلاة إلى الصلاة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، والحج إلى الحج كفارة، وهكذا. مش أنت الذي بالليل إذا خلوت، ما عملنا حالك شيخ في المسجد، وأنت إذا خلوت الأفلام السقطة لا تنتهي عندك. أمين بتضحك تنسخ وبتلصق؟ أعطيني، وقف في قلب الجروب قول يا عمي أنا في سن كذا وكذا لزمت الاستغفار، فعرفت ربي في هذا الاستغفار. أنا يا جماعة لزمت يوما ما لزمت الصلاة على رسول الله، وأنا لازلت أصلي على رسول الله، وكنت فيه وضع كذا وكذا، وأنا الله فتح علي بالصلاة على رسول الله بعد أن طبقت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ادخل وتكلم عن نفسك، قال فلان، نعم قالوا لأنهن عملوا فوجدوا، وانت شو بدك تقول؟ ليش انك انت يعني مش ابن مرة ورجل؟ هل منعك الله ان تجد ما قال؟ هل منعك الله ان تبلغ آية؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك بلغ عني ولو آية. كل هالخمسين سنة او ستين سنة وانت تصلي ما عرفت تجيب لك آية؟ لأنك مشغل حالك بالتدخين فحرمك الله، وانت مشغل حالك بالغيبة والنميمة فمنعك الله عن كل علم ومن كل توفيق، وصلت عليك الديون وصلت عليك الهموم وصلت عليك الغموم، وبالآخر انت تركت. والله كان يصلي، والله كان يصلي، أو والله كان يصلي القليل كان يصلي. شو يصلي؟ تعرف ان هاي الصلاة اللي بيصليها حركات الصلاة وإلها أدابها، لكن الصلاة بتخلص بالمعاملات. فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبع شهوات فسوف يلقون غيا. صلاة التهي بتنتهي بالمعاملات، مش أنا مصلي أنا أسيء إلى دين الله لما أنا بدي أصلي، وأنا اتفقت أنا وياتك إن أعطيك أجارك $1000 وأخذ أسرق منك، هاي سرقة، وأقول لك خلص بكفيك $800. هذا الرجل دي يخرج ويقول شايفه هذاك اللي بيصلي بالمسجد، هذا إنسان عامل حاله بيصلي، اتفقت معه على $1000 وقرط عليه $200، والله ما أنا مسامحه، أنا اشتغلت وتعبت واتفقت معه، لماذا انقلب علي؟ والله ما أنا مسامحه. شو بدك تعمل بهاي الكلمة؟ أنت ظالم هنا، إن دعا عليك أصابك. وأنت صاحبتك أختك جارتك أباحت لك بسر، اسكت اجت يلا طيارة ننقل السر لصاحب السر، تكلمت عن فلان يلا نميمي وافشاء سر فالتي، ابلاش هاي كلها، انها كانت تصوم النهار تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانه. كيف بدوش يتسلط عليك زوجك؟ وكيف بدك تكوني انت بعين الناس يعني عذرا مقرفة، أو أنت وتفكروا الأمور سايبة عند الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا إله إلا الله يا أخي، هاي قلة أدب مع الله، إنك تفكر الله خلقك عبث. يلا تقاتلوا مع بعض، ساووا شو بدكم، وبعدين أنا بجيبكم ومنزين بهالميزان. ما أنت قبل منزين بهالميزان تأسات الأدب إلى الله الذي سن القوانين. ما هو قال لإبليس أسجد، قال له لم أكن لأسجد في ذنب واحد كبه بالنار. دي كم من مليون ذنب بتذنب؟ بستكثر حالك تلزم الاستغفار تأدبا إلى الله وراجينا المغفرة. ألا تجرؤك على الله؟ إبليس تجرأ في وحده، وانت نسخ ولسق لا ينتهي. بإيش بدك تنفع الأمة؟ بالنسخ واللسق؟ يا الكتب، هذا كتاب الله، عشت آية وحدي 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 بس وحدي، عشت آية الاستغفار التي في سورة نوح حتى قطفت ماريا،
ماذا عشت؟ عشت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا تكفى همك وغفر ذنبك بالصلاة على رسول الله؟ عشت الصلاة على رسول الله؟ عشت الواقعة؟ عشت سورة البقرة؟ عشت آل عمران وسورة البقرة يأتيانك يوم القيامة كأنهم غمامتان أو كأنهم غايتان أو كأنهم صواف من يعني كأنهم فرقان من طير صواف؟ عشتها عشان تعرف شو معنى هذا الكلام. عشتين اليوم كنت أسمع درس عن سورة البقرة، يعني عجيب، أقسم بالله، يعني كل الذي فصلوه العلماء واستنتجه العلماء من ماذا يعني أراد الله بسورة البقرة، وكأنه شفرة غيرها الله في راسي، وأنا كان هو يتكلم أنا أشياء أنا بعرفها كلياتها، وأنا هذا الذي أريد أن أبينه لكم. أن تكون خليفة، مش منقول به، كيف تعود الأمة إلى السيادة والريادة؟ الله بسورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا سبب سورة البقرة تتكلم عن الخلافة والتشريعات وكيف تعبد الله وكيف تراقب الله وكيف وكيف وكيف. أنا ما قرأت هذا جديد، اسمية الدرس سبحان الله، بقول الله أكبر. قلنا سورة البقرة أنت تقرأ والله يعلم، واتقوا الله يعلمكم الله، هذا لا يمنعك انك تتفكر ولا يمنعك من اي عبادة اخرى. روح يا اخي عيش مع سورة البقرة، تسمع كل هالقصص، ما هي سورة البقرة، لكنك لربما الله مانعك انك حتى تسمع، فتمر مر الكرام عن اهم درس ممكن يمر معك في حياتك. سمعت دروس كثيرة، لكن كل الدروس كنت تستأنس فيها، جميلة هي الدروس، والله هذا الشيخ ما شاء الله، لكن هل عندما خرجت من هذه المحاضرة ذهبت تبحث في كتاب معين وتدرس علم جديد؟ هل ذهبت تسبح وتستغفر استغفار جديد مثلا، عبادي جديدي؟ هل رحت انك انت مثلا تطعم الـ 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 اليتامى؟ هل انت رحت ذهبت بس بعد هاي المحاضرة وذهبت إلى المخيمات اللاجئين وبدأت تعين الناس لأنك وجدت من هذا العمل من قال لك والله وجدنا الخير العظيم، الحياة تيسرت، أمورنا طيبة، كنا في واد وأصبحنا في عالم آخر. إلى متى تنسخ وتلصق؟ كل الناس مرت على بتنسخ وبتلصق، كل ياتهم مروا عليه، إلى متى ستبقى تنسخ وتلصق وتشغلنا في كلامك هذا؟ هذا الناس بتعرفه، هذا الناس بتعرف الاستغفار لكن ما بيعرفوش كيف يستغفروا، استغفروا جمعتين تركوا ما تأتى منه شيء. نعم في ناس ما تركت راقي، طب ليش الراقي؟ ما هو الراقي ما هو خرج 100,000 جن من 100,000 محل، ليش انت مش همال يهتدي لك؟ يا اخي الله يريد بك خير، لأنك أنت في عندك ذنب بينك وبين الله، وأنت مش عارف من صاحب الأمر، من هو الله، بده يعرفك الله، فأنت بتروح هنا وبتذهب هنا وبتذهب هناك إلا الله. والله بقول لك أما يجيب المضطر إذا دعا، وأنت بتذهب عند أبو أحمد، وأنت بتذهب عند فلان، وأنت بتذهب عند الشيخ، وأنت بتسأل. عرفت تفرش سجادتك في الليل، في جوف الليل، والله بقول هل من مستغفر فأغفر له، لكن لكثر ذنوبك لا يستجيب الله لك، لأنه إيمانك ميت. أنت يدوب مسلم، أنت يدوب 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 مسلم. لو أنه الإسلام إذا تشترك تدفع دولارين تشترك شيو بعمالك، لأنها كلمة دخلتك الإسلام فأنت صرت مسلم، شهادتين. لكن اللي خرجك من الإسلام بكفرك لا خير فيها، في النار، ربما مش كفر لكن عقاب وضعت على الموازين لسانك. نعم امسك عليك لسانك، قال أنا أخذ بمن أقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك وليكب الناس على وجهه إلا حصد ألسنتها. إلى متى تنسخ وتلصق يا أخي؟ يا أخي اكفينا هذا كلامك، بتحب إني أحضرك سأحضرك،
لكن سبحان الله في المساجد، في المساجد يجعلوا خزائن، يعني رفوف، رفوف للأحذية أجلكم الله، فيدخلوا ويتركوا الأحذية في في يعني في 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 مدخل المسجد، لما بضعوها على الرفوف تربية. لكن إذا قلت لك اليوم أنت بتروح بيجي واحد غيرك، هذه تربية، هذه الصلاة، هي صلاتك اللي بتصليها الناقصة، هي هي بتترك حذائك الناس تدعس عليه وما تعرفش تمشي، وتوقف سيارتك بالشارع وتسكر على الناس وتسبوا على المصلين، تعمل عرسك في الشارع وتسكر الشارع من هنا ومن هنا والناس تصير تبرم لأنك أنت بدك تعمل هذا العرس، والناس تسبك يا شيخ يا مصلي. فايت على محطة سبرتوتو وانتي بتصلي، توتو وسبرتوتو والميسر هاي، انتي بتصلي ما بتطلع من المسجد، انتي بتصلي. هل حاسبت نفسك كيف بدك تترك الصلاة لله مش لانه في فلوس ودفع فلوس وريحتك زوجتك بدها شياته؟ هل جاهدت نفسك يوما ما تترك الربا، تترك التبرج والطلاء لله؟ كيف لا يحول الله كل هذا إلى ديون وهموم وكرب وتخبط وعدم اهتداء وهكذا لسخ ولسق؟ وتفكر حالك عمال تنشر دين. أجد من يكتب بوست فيه يمكن مليون استغفار، طيب أنا وين بدي أخرج منه هذا البوست اللي حطت ليته؟ بتفكر فيه لك فيه حسني؟ أنت بتفكر هيك الدال على الخير؟ الدال على الخير روح استغفر، إلزم الاستغفار، عيش الاستغفار. قل لي والله يا عمي أبو أحمد يوما ما أنا كنت مريض وقالوا لي إنه الاستغفار فيه شفاء، فوالله لزمت الاستغفار، كنت أستغفر 7000 17000. قل لي ماذا فعلت؟ مرة 17، مرة 20000، مرة 3000، هيك يوما بعد يوم بعد يوم، ما مر شهر رفع الله عني هذا المرض وشفيت، وحتى بتعرف شو كانت أموري معطلة ففتح الله علي. تعال هاي حدثني عنها، مش نسخ ولسق، نسخ ولسق كلياته نازل نسخ ولسق ولا يعمله، أخلاقه يندى لها الجبين، لا يشبه المسلمين بشيء، سودت وجهنا مع الغرب، يقرف منا الغرب. إذا بده يساوي بده يتلاعنوا بينهم بقول لك عنه أنت مسلم. هني ظنوا الإسلام، الإسلام هم المسلمين، هم عارفوا الدين الإسلامي شيء ونحن المسلمين شيء آخر. نحن طلاب هذه المدرسة الإسلام أغلبنا ساقطين فيها، إذا قامت القيامة بكبنا الله بجهنم والعياذ بالله. أول إشي فرطنا بالدين وأخرنا الصلاة ولم نقم الصلاة كما يحب الله ويرضى، عبدناه كما نريد، سبينا هذا وشتمنا هذا، ما 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 أعطينا زكاة ولا أعطينا صلاة ولا أعطينا شيء، وكلام فارغ بالآخر ندافعش على الصف الأول. بتوقف أنت وأخوك بالمسجد، يعني مش أخوك أخوك، يعني فلان بتعرفه شو 5 سنين بتصلي حده، 5 سنين بتصلي حده بتعرفه شو اسمه، ما اسمه ولا شيء. تنظر إذا أنت مروح يعني جاي على المسجد بسيارة جديدة بيطلعوا عليك هيك، الله أكبر أنه جاي بهاي السيارة. الحسد يملأ قلوبهم، الغل، الحقد، لا يهتدوا سبيل. وبعدين تنسى تلصق يا شيخ، أمي هاي الهاي العادي بطلها، والله لو استغفرت لك 10 مرات استغفار أفضل منك من هذا اللسخ والنسق، لأنك أشغلتنا فيه أن نقيمه. مش ناقص أحاديث، معروف الأحاديث، معروف الآيات، الناس بتقرأ قرآن لكنها قد صدعت هذه القلوب فلا تعي ما تقرأ. دلني كيف؟ قل لي بدأ بالاستغفار، ممحاة الذنوب، الاستغفار، عشت الاستغفار، كنت الاستغفار اللي بيفتح لك مغاليق كل شيء. على كل أحوالك استغفر، بس خلي لك هيك جلسة هيك اسمها استغفار هيك، عشان إني أنا عمال أجتهد يا رب، مش عمال كل الوقت. في ناس ممكن يعني تتابعني 10 حلقات متتالية ويصل ل50,000، لا لا، لازم يكون عندك جلسات استغفار. أنا كنت أقول لكم إني أجلس بين الفجر والشروق فيطلع معي تقريبا 8,000،
وبين المغرب والعشاء يطلع معي تقريبا 10,000، ما عندكش هذا الوقت، طيب في البيت هيك ندور لك عليه، يبحث لك عن ساعة معينة والزمها خلاص، لا موبايل ولا شيء، لله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا تستحضر ذنب ولا تحضر قلب، قلبك مش بيديك، عند الله قلبك، عندما تتقي الله سيعيد الله لك قلبك، لو كان قلبك بيدك لخشعت في الصلاة ولفلح أمرك وصلح أمرك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكنك أنت تتقول وتعلم الناس ما لم تعيش، ولم تستطيع أبدا أن تستحضر قلبك إلا بعد أن تبحر مع سورة البقرة مدة طويلة. فلا تأخذ سورة البقرة الآن، عليك ذنوب، عليك منع، يعني عليك ديون، ديون من السيئات، ادفع الدين، استغفر الله استغفر الله، ادفع، ابدأ ادفع، وبعدين ابحر. لما بتدفع كروت السيئات تطلع على سفينة سورة البقرة. ليش؟ لأنه سورة البقرة هي مش سيارة انت بدك توجهها، هي قطار يوجهك. سورة البقرة مش سيارة انت بدك تقودها، سورة البقرة هي القطار الذي يقودك ولن ينزلك إلا عندما توقف. فلا تتوقف، قطار مستمر ويسير إلى الله، إن شاء الله إنك يدرك الموت وأنت في هذا القطار تسير إلى الله، وهذا الذي نريده، أن يدركنا الموت ونحن في السير في الطريق إلى الله جل في علا. خلص نس ولس، خلص خزعبلات انت بتعملش فيها، وانت نفسك بتمر مر الكرام على بوستات غيرك وعلى دروس غيرك وعلى مشايخ غيرك ولا يتحرك لك الساكن. اما تأخذ علم بفضل الله والفضل كله لله، وانا لا شيء، اراد الله بك خير ان يبين لك بالاستغفار كل الاسئلة التي عندك ستزول. ما تشكك، لماذا لماذا 100,000 سؤال ساعة من الهم تشكي، بالاستغفار سيزول هذه الأسئلة. هاي الحيرة اللي فيك من ذنوبك، توب، الزم الاستغفار، وانظر وانتظر وارتقب وراقب الله بحديث إنها تصوم النهار تقوم الليلة كأنها تؤذي جيراني في لسانه، قال آخر فيها في النار. يا رسول الله، حديث المفلس الذي صام وصلى وحج وزكى لكنه سب هذا وشتم هذا، ارتعد من هذا، ارتعد، خاف. كيف بدك تخاف من الله؟ تخاف مني؟ تخاف من الله؟ إذا ما في كيفش عندك خوف. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بدأ القلب يرتعد. لازم يكون في عندك مخافة الله، لازم يكون في عندك الدمع عندما تحط رأسك على الوسادة، قل يا رب أنا لا شيء، إذا وكلتني إلى نفسي هلكت يا رب، يا رب إننا نقترف من الذنوب، يا رب نحن أوجدتنا في زمن غير زمان، لا ناصر لنا ولا معين يا رب، يا رب، اسأل الله، ادعو الله، كل أولادي، كل زوجتي، كل مالي، كل أرزاقي، كل عبادتي، كل أموره، اشكي بالليل، توجه إلى الله، الله سيوجهك إلى من تذهب بعدين. أول ما تطرق بدك علمت بيك وعكها، اطرق باب الله أولا، يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالله سيفتح عليك أنك تذهب لربما هذا الدكتور أو ذاك الدكتور، يا رب أنا مش عمال ألاقي شغل، يا رب افتح علي، الله سيوجهك إلى محل إن شاء الله يكون جميل، لكن الذنوب تحول، الاستغفار مفتاح، سدد دينك، نعم سدد دينك وابدأ مشوارك، سدد دينك بالاستغفار،
حتى يغفر الله لك. متى يغفر الله لك؟ إن أمطر الله السماء ستكون هي أول علامة. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالفرج مش رايح يكون مباشرة، سيكون أنت بدأت خلاص، أنت وصلت، أنت بالطريق الصحيح، استمر خلاص ابحر. في ناس لها مع سورة البقرة سنين، وأن تكون مع الاستغفار سنين، سيغنيك الله ويعوضك الله كل الذي فاتك. بقوله سعة من سعاته تقضي حاجاته، يعني لربما في سعة من المطر يعوض الله السنة كاملة، وقد يعوض الله عليك سنة أو شهر من الخير يعوضك السنين كلها التي مضت. خليك انت على خير، بدأ العطاء بعد أن يستقر الإيمان في قلبك وتعلم وتوجه قبلتك إلى الله، وتعرف أن ذنوبك هي الطامة الكبرى، ولا تشغل نفسك باللسق والنسخ. فأرجو من الإخوة أن يعني يعذروني على هذا الكلام، يعني أنه باب النسخ واللسق لا أريده إطلاقا. لا تشغل حالك من شيخ لشيخ، لا يعجبك هذا الكلام خلص اطلع اذهب. بتكاش تشتغل انت بدك نسخ ولسق، انت بدك تحب تضرب، انت بتحب الطرب، انت بتحبش العمل، فهذا هو مشكلتك. عشان هيك حتى بهذا الحال استغفر، عشان قلبك يبدا يعي ما نقول. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسخوا ولا تلصقوا عندي في قناتي ولا في اي مكان، جزاكم الله خير. يعني تنسخ تاتي لي قال فلان، وكل يوم بتجيب لي رابط، وكل يوم بتجيب لي كلام، كل يوم كلام، كل يوم مشغل الدنيا في هذه، وانت لا تعمل ولا شيء. حتى ابدا اعمل، ابدا استغفر، ابدا اعبد الله كما يحب الله ويرضى، واخلع عنك كل هذا. هذه البوستات لن تنفعك بشيء، مش هذا هو الدال على الخير كفايلي. ان تعمل العمل ثم تبين لي وتحببني فيه فاقبل عليه. بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.